أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلاب. اليوم رح نكمل الدرس الثاني اللي أخذناه بالحصة الماضية، وهو تحويل الكسر إلى كسر عشري والعكس. أخذنا في الحصة الماضية تحويل الكسر والعدد الكسري إلى كسر عشري. خلونا نأخذ المثال صفحة 14 أتحقق من فهمي، اللي بيحكي لنا أكتب الكسور والأعداد الكسرية الآتية على صورة أعداد عشرية. هناخد رقم 1 5 على 8، وراح أحللكم إياها بالطريقتين اللي أخذناهم في الحصة الماضية لحتى نتذكر شو هما. أول طريقة 5 على 8 بيحكينا، أول طريقة إنه نضرب البسط والمقام في رقم بحيث يصبح المقام إما 10 100 أو 1000. تتذكروا الصندوق اللي كتبت لكم إياه في الدرس الماضي، هو الأعداد اللي حاصل ضربها 10 أو 100 أو 1000، كانت 8 من ضمنهم. إيش كان العدد اللي مضربه في 8 بيعطيني 10 أو 100 و1000؟ اللي هي كانت 125. فبنضرب المقام 8 ضرب 125، ولازم كمان أيضا نضرب البسط اللي هو 5 في 125. هيك بنكون ضربنا البسط والمقام في رقم سوف يجعل المقام 1000، اللي هو 8 في 125 يساوي 1000. البسط 5 في 125 في 125، بحطهم فوق بعض مثلا على جنب، إذا مش عارفين تضربوهم نضربهم بشكل عمودي، بنرتب المنازل فوق بعض، الآحاد فوق الآحاد والعشرات فوق العشرات، وبنضرب مثلا 5 في 5 بيعطيني 25، 5 في 2 10، و2 اللي باليد بتصير 12، 5 في 1 5 زائد 1 6، إذا ناتج الضرب 625، والمقام زي ما حكينا يساوي 1000. هيك صار عندنا الكسر 625 على 1000. نقدر نحولها بشكل سهل إلى كسر عشري، وبتصير 625 من 1000. تقع الفاصلة بعد 3 منازل عشرية بعدد أصفار الألف التي تقع في المقام. إذا 625 على 1000 بتصير 625 من 1000. الطريقة الثانية كانت هي باستخدام القسمة الطويلة بقسمة البسط على المقام. لكن في قبل إجراء عملية القسمة حكينا لازم نكتب البسط على صورة كسر عشري، أو نحط له فاصلة عشرية. هاي كتبنا الخمسة وحطينا بعدها فاصلة عشرية وأضفنا أيضا صفر، صار شكله مع الفاصلة العشرية زي الأعداد العشرية، وبنقسمه على المقام اللي هو 8. وبنبدأ عملية القسمة الطويلة، نقسم 5 تقسيم 8 تساوي 0، لأنه ما في عدد بنضربه في 8 بيعطيني 5 أو أقل، إذا ناتج القسمة يساوي 0. بعد ما نقسم نضرب 0 ضرب 8 يساوي 0، نطرح 5 ناقص 0 يساوي 5. حكينا بعد الطرح بيجي عندنا بعد الخمسة الفاصلة العشرية، ما بننزلها لتحت، نرفعها فوق لعند الناتج. بعد الصفر بنحط الفاصلة العشرية بنرفعها وبنكمل. بعد الفاصلة شو بيجي عندنا؟ بيجي الصفر. بننزل الصفر بصير عندنا العدد 50. 50 بنقسمها على 8، وبنسأل حالنا سؤال، ما هو العدد الذي حاصل ضربه في 8 بيعطيني 50 أو أقل منها؟ تذكروا معي جدول الضرب لثمانية، شوفوا العدد اللي حاصل ضربه في 8 بيعطيني 50 أو أقل. 50 أو أقل منها اللي هي 48، اللي هي حاصل ضرب 6 في 8. إذا بنحط 6 فوق مكان الناتج وبنضرب 6 ضرب 8 بيعطيني 48، وبعدها بنطرح 50 ناقص 48، 0 ناقص 8 لا يجوز، نستلف من الخمسة وبصير الصفر 10، 10 ناقص 8 يساوي 2، والخمسة بتصير 4، 4 ناقص 4 0. هل انتهينا؟ احنا حكينا متى بنوقف؟ لما يكون الناتج الطرح عنا يساوي 0. ما دامه طلع معنا رقم لازم نضل نضيف أصفار، فمنضيف 0 بتصير عنا 20، وبنقسم 20 تقسيم 8 كم يساوي؟ برضه بنرجع لجدول الضرب للثمانية وبنسأل حالنا شو العدد المضرب في 8 بيعطيني 20 أو أقل. في عدد اللي هو 16 اللي هو حاصل ضرب 2 في 8. إذا بنحط 2 فوق مكان الناتج وبنضرب 2 ضرب 8 يساوي 16، وبنطرح
20 ناقص 16 يساوي 4. نطرح الأحاد والأحاد والعشرات مع العشرات. هل الناتج صفر؟ لا، أيضا بنضيف كمان صفر، يصير عنا 40، ونقسم 40 تقسيم 8 كم يساوي؟ ما هو العدد الذي حاصل ضربه مع 8 يعطيني 40 أو أقل؟ في جدول الضرب في 40، يساوي 40 بالضبط، اللي هي حاصل ضرب 5 في 8، وبنحط 5 فوق مكان الناتج وبنضرب 5 ضرب 8 يساوي 40، وبنطرح 40 ناقص 40 يساوي 0، وهون بنكون الناتج 0، وأي لازم نوقف عملية إضافة الصفر، وهيك بنكون خلصنا عملية القسمة. وناتج تحويل 5 على 8 اللي هي بصورة الكسر العادي إلى كسر عشري رح يكون 625 بالألف، ولاحظوا نفس النتيجة اللي طلعت معنا في الطريقة الأولى. وهلأ خلونا ناخد رقم 2، بيحكي لنا العدد الكسري 3 و7 على 20، بنحولها إلى كسر عشري أو عدد عشري. شو حكينا؟ كيف الطريقة؟ نكتب 3 و7 على 20 تساوي من العدد الصحيح أو الجزء الصحيح اللي هو 3، هون ننزله كما هو 3، وبنحط زائد الكسر وبنكتبه 7 على 20 زي ما هو 7 على 20، هيك بصير عندنا عدد صحيح زائد كسر. هلأ الكسر بنعامل معاملة الكسر العادي، بنحول المقام إلى 10 أو 100 أو 1000، وبنضربه في رقم، هون عندنا 20، 20 ضرب إيش بيعطيني 10 أو 100 أو 1000، أيضا بتراجعوا الحصة الماضية ورح تلاقوها في البوكس، 20 ضرب 5 بيعطيني 100. طيب إذا ضربنا المقام في 5 لازم نضرب البسط أيضا في 5، البسط عندنا 7 ضرب 5 بيعطيني 35، والمقام 20 ضرب 5 بيعطيني 100، هيك صار عندنا 3 بضلها زي ما هي ما عملنا عليها أي إشي، زائد الكسر أصبح 25 على 100، وهيك نحول الكسر هذا بشكل سهل إلى كسر عشري، الثلاثة الصحيح تنزل زي ما هي، زائد 35 على 100 بتصير 35%، لاحظ الفاصلة بعديها منزلتين الثلاث والخمسة بعدد أصفار المية اللي بالمقام الكسري العادي. طيب هلأ بنجمع 3 زائد 35%، طريقة الجمع إذا ما بتعرفوها رتبوا المنازل فوق بعض، جمع عمودي، العدد الصحيح فوق العدد الصحيح والأجزاء العشرية فوق الأجزاء العشرية، وبنجمع هون 35 أجزاء عشرية ما في أعداد تحتيهم لحتى نجمعهم، بينزلوا زي ما هم، والصفر في العدد الصحيح زائد 3 في العدد الصحيح بيعطيني 3، إذا ناتج الجمع رح يكون 3 صحيح و35%، وهيك بنكون حولنا العدد العدد الكسري إلى عدد عشري بطريقة سهلة وسريعة. يعطيكم العافية. وهلأ يا خامس رح ناخذ الاتجاه الآخر من الدرس الماضي، وهو تحويل الكسر العشري إلى كسر عادي أو عدد كسري. يعني الاتجاه الآخر تحويل الكسر العشري إلى كسر عادي أو عدد كسري. خلينا ناخذ مثال 2 صفحة 14، بيحكي لنا رسم معلم التربية الفنية علم الأردن على الحائط بطول 1 صحيح و75 متر وعرض 875 بالألف متر، وعبر عن طول العلم وعرضه بصورة كسور عادية في أبسط صورة. إذا لازم ناخذ شو المطلوب؟ ناخذ الطول والعرض ونكتبهم على صورة كسر عادي، يعني في أبسط صورة. لاحظوا أول إشي بناخذ الطول يساوي 1 صحيح و75% متر ومنحولها. طريقة التحويل، لاحظوا العدد الصحيح بينزل، الواحد نزل بعدها زائد، بنحط الجزء العشري 75% بنكتبه على صورة كسر عادي، 75% بتصير 75 على 100، إذا عدد صحيح زائد كسر عادي، 75% صارت 75 على 100. طيب هلا شو بنعمل؟ شغلنا بكون على الكسر هذا 75 على 100، شو بنعمل فيه؟ لازم نكتبه في أبسط صورة، وعملية التبسيط بنستعمل القسمة، فبنقسم البسط والمقام
لحتى ما يصيروا أعداد ما تقبل القسمة إلا على نفسها وعلى واحد. لاحظوا معي 75 أحادها 5 إذا تقبل القسمة على 5، والمية أيضا أحادها 0 إذا تقبل القسمة على 5. نقسم البسط والمقام على 5 فبيعطيني 75 تقسيم 5 بيعطيني 15، ومية تقسيم 5 بيعطيني 20، إذا 15 على 20. ولا تنسوا تنزلوا العدد الصحيح، بضل زي ما هو، ما بنجري عليه أي عملية وأي أي تغيير. إذا 1 زائد 15 على 20، لكن 15 على 20 أيضا ليست في أبسط صورة. بنقسم البسط والمقام أيضا على عدد، اللي هو 15 تقبل القسمة على 5 لأنه أحدها 5، والعشرين أيضا أحدها 0 بتقبل القسمة على 5. إذا نقسم البسط والمقام على 5، 15 تقسيم 5 يساوي 3، وعشرين تقسيم 5 يساوي 4. هلأ صار عندنا 1 صحيح زائد 3 على 4، وهون الثلاث على أربعة راح تكون في أبسط صورة، لأن الثلاث والأربعة ما بيقبل القسمة إلا على نفسهم وعلى واحد. هلأ بنجمع العدد الصحيح مع الكسر، 1 زائد 3 على 4 اللي هي 1 و3 على 4، زي كأننا بنلغي عملية الجمع وبنحطهم بس جنب بعض. كتير سهل العملية، وخلينا نشوف العرض كم يساوي. 875 بالألف راح نحولها على صورة كسر عادي في أبسط صورة. كتير سهل العملية، شوفوا 875 بالألف راح نكتبها على صورة كسر عادي، اللي بتصير 875 على 1000. انتوا ركزوا يا خامس على اللفظ او على الأحرف اللي انا بحكيها، 875 بالألف بتصير 875 على 1000. طيب هلأ صار عندنا هو كسر عادي جاهز حولناها، بس لازم يكون في أبسط صورة. وهلأ العمليات كلياتها بس تبسيط أو كتابته في أبسط صورة. اطلعوا عندنا في شبه البسط، 875 أحدها 5 تقبل القسمة على 5 إذن، والألف أحدها 0 إذن بيقبل القسمة أيضا على 5. فبنقسم البسط والمقام على نفس الرقم اللي هو 5، وبيعطينا البسط ناتج القسمة 875 تقسيم 5 يساوي 175. يا خامس إذا مش عارفين تحطوهم على جنب، قسمة طويلة تقسموا 875 تقسيم 5، أخذتوها في الصفوف الماضية، راح يعطيكم بكل سهولة الناتج 175. الألف تقسيم 5 أيضا تقسموها بيعطيني الجواب 200. هيك بصير عندنا الكسر 175 على 200، ليس في أبسط صورة. فمنكمل عملية التبسيط والقسمة، 175 أحدها 5 إذا تقبل القسمة على 5، وأيضا المقام 200 أحدها 0 تقبل القسمة على 5. إذا نقسم البسط والمقام على نفس الرقم اللي هو 5، بيعطيني الناتج 35 على 40. طيب في أبسط صورة؟ لا. هيك يا خامس بتركوا تقسموا لحتى يكون عندك الناتج في أبسط صورة. أيضا 35 والأربعين تقسموا على 5، بنقسم البسط والمقام على 5 بيعطيني 7 على 8، وهي في أبسط صورة، لأنه 7 ما بتقبل قسمة إلا على 7 وعلى 1، والثمانية ما بتقبل قسمة لا على 7، تقبل قسمة فقط على 4 و2 و8 و1، ما في عدد مشترك بيقسم البسط والمقام عليهم. هيك رح يكون عنا الناتج في أبسط صورة، وهيك نكون خلصنا حل المثال، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا. وهلأ يا خامس خلينا نحل بعض المسائل الموجودة في صفحة 15. بيحكي لنا السؤال الأول، أحول كل كسر عادي أو عدد كسري مما يأتي إلى الصورة العشرية. خلينا نأخذ مثال الأول أو السؤال الأول، 5 صحيح و3 على 8. كيف نحول العدد الكسري إلى كسر عشري؟ بالطريقة التالية، نكتب العدد الصحيح ننزله نحط بعديه زائد، ونكتب الكسر العادي. هلا بصير عندنا عدد صحيح زائد كسر، ولا الشغل رح يكون على الكسر، ومنحوله إلى كسر مقامه 10 أو 100 أو 1000. نضرب البسط والمقام هون في 125، لأنه 8 في 125 رح يعطيني 1000، والبسط أيضا لازم ينضرب في نفس الرقم اللي هو 125. 3 ضرب 125 تضربوهم على جنب بشكل عمودي بيعطيني الناتج 375 على 1000، والخمسة بتنزل كما هي. بعدها بنجمع العدد الصحيح مع الكسر
بعد كتابته على الصورة العشرية اللي هو بصير 375 على 1000 راح يصير 375 بالألف أو من ألف. ثلاث أصفار في المقام للألف أي ثلاث منازل بعد الفاصل العشرية. هيك راح يصير عني 5 صحيح زائد الكسر العشري 375 بالألف بيساوي 5 صحيح و375 بالألف. بنجمع العدد الصحيح مع العدد الصحيح هون، 5 زائد 0 يساوي 5 والجزء العشري بينزل زي ما هو. رقم 2 بيحكي لي 19 على 20 كسر عادي ولازم نحوله إلى كسر عشري. الطريقة كتير سهلة، بنضرب البسط والمقام في رقم بحيث يصبح المقام 10 أو 100 أو 1000. عنا العشرين هي حاصل ضرب الخمسة في 20 راح يعطيني 100. إذا المقام لازم نضربه في 5 لحتى يعطيني 100. إذا لازم نضرب البسط أيضا في 5، فتسعتاش ضرب 5 يساوي 95 على 100 اللي هي 20 ضرب 5 راح يعطيني. إذا 95 على 100 كسر عادي مقامه 100 بشكل سهل وسريع راح يتحول إلى كسر عشري ويساوي 95%. إذا 95 على 100 يساوي 95% اللي هي منزلتين بعد الفاصل العشرية بعدد أصفار 100 في مقام الكسر العادي. وهلأ يا خامس خلونا نشوف السؤال الثاني. أحول كل صورة عشرية مما يأتي إلى كسر عادي أو عدد كسري في أبسط صورة. دائما التحويل من الصورة العشرية إلى الكسر العادي أو العدد الكسري لازم يكون في أبسط صورة. رقم 7 19 صحيح و125 بالألف، كيف نحولها على صورة كسر عادي أو عدد كسري؟ الخطوات تحكي لنا بنكتب العدد الصحيح أو الجزء الصحيح لحاله، بننزله 19 بعديها بنحط إشارة الجمع زائد وبنحول الجزء العشري 125 بالألف إلى كسر عادي بتصير 125 على 1000. إذا 125 بالألف بتصير 125 على 1000. وهلأ رح يكون شغلنا على الكسر العادي وبنكتبه في أبسط صورة. نقسم البسط والمقام على نفس الرقم بحيث البسط بيقبل القسمة عليه وأيضا المقام بيقبل القسمة عليه. 125 أحدها 5 رح يصير عندنا بتقبل القسمة على 5، وأيضا المقام أحدها 0 بتقبل القسمة أيضا على 5، فنقسم البسط والمقام على 5. 125 تقسيم 5 يساوي 25 والمقام 1000 تقسيم 5 بيعطيني 200. إذا مش عارفين الجواب لازم تحطوا على جنب عملية القسمة الطويلة وتجروها وتحطوا الجواب الصحيح. دائما العدد الصحيح بينزل زي ما هو، 19 بتنزل بعدها زائد والشغل فقط راح يكون على الجزء الكسري فقط. هلأ صار عندنا 25 على 200، أيضا 25 أحدها 5 تقبل القسمة على 5 والعشرين أحدها 0 بيقبل القسمة على 5، فبنقسم البسط والمقام على 5 بيصير عندنا 5 على 40. وبنفس الطريقة ونفس الإشي نعمل على البسط 5 بيقبل القسمة على 5 والمقام 40 أحدها 0 بتقبل القسمة أيضا على 5، وبنقسم البسط والمقام على 5 وبيعطيني 1 على 8. هل نكمل؟ لا، لأن هون عندنا خلص صار في 1 ما بيقبل القسمة إلا على 1، و8 تقبل القسمة على 1 لكن ما بيتغير الجواب، فإذا 1 على 8 في أبسط صورة. هلأ بنجمع 19 صحيح مع 1 على 8 وبصير عندنا 19 و1 على 8. رقم 8 الكسر العشري 35%، نكتبها على صورة كسر عادي بتصير بدل 85% بتصير 35 على 100، وهيك بنكون حولناها أصلا إلى كسر عادي، لكن لازم نكتبه في أبسط صورة. بنقسم البسط والمقام على 5، ليش؟ لأنه 35 أحدها 5 والمية أحدها 0 وبقبل القسمة على 5، بيعطيني الناتج 7 على 20. إذا بنقسم البسط بيعطيني 7 والمقام بيعطيني 20، وهيك 7 على 20 في أبسط صورة، لأن ما في عدد مشترك بيقبل قسم البسط والمقام عليه. يا خامس احنا حلينا مع بعض 1 و2 و7 و8، راح يكون باقي تمارين معكم واجب
يعني رقم 3 و4 وخمسة وستة من السؤال الأول، وتسعة وعشرة وحداش واثناش من السؤال الثاني. واجب معكم، ويعطيكم العافية.